اليوم عطينا الانطلاقة للمؤتمر الدولي حول تنمية الواحات وشجر النخيل والنسخة الأولى واللي كيتقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة حفظه الله، وهو ملتقى اللي كيجمع خبرات وعلماء وباحثين وأساتذة جامعيين من عدة دول وكذلك صناع القرار و يعني عدة دول كانت ممثلة اليوم. والهدف هو الدفع بالتفكير حول المقاربة لأجل المحافظة المجال والنظام الإيكولوجي الواحاتي، واللي للحفاظ عليه خصنا برامج تنموية اللي تكون ملائمة واللي تكون مندمجة وتأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد، الأبعاد طبعا الاقتصادية، الاجتماعية، الإنسانية، الثقافية، والحفاظ على هذا الموروث الزراعي اللي هو جد مهم واللي اليوم كيتعرض لعدة يعني أزمات، وخصوصا المناخية اللي ولات حادة، فخاص يعني استثمار مشاريع تنموية خاصة ودعم جديد. فبلادنا كانت سباقة في هذا المجال عبر عدة برامج وديال القطاعات، عدة قطاعات، وأذكر منها مخطط المغرب الأخضر بين 2008 و 2020 اللي أعطى واحد دفعة التنمية ديال الواحات عبر يعني تنظيم وتنمية سلسلة النخيل لأن هي العمود الفقري للنظام الواحاتي، وكذلك سلاسل إنتاج الزعفران والورود، وكذلك النباتات العطرية والطبية. كانت هناك كذلك عدة تجهيزات تحتية فيما يخص الماء، التهيئة الهيدروفلاحية، وكذلك التثمين ديال المنتوج ديال الواحات عبر خلق وحدات ديال التثمين ودعم التعاونيات وصغار المنتجين والفلاحة ودعم كذلك ديال القنوات ديال التسويق. اليوم استراتيجية الجيل الأخضر واللي اطلقها سيدنا الله ينصره في 2020 حتى 2030 واللي كتجي كتبنى على مخرجات مخطط المغرب الأخضر واللي كتهدف للتنمية ديال القطاع الفلاحي، فعملات من التنمية ديال الواحات والسلاسل الإنتاج اللي موجودة فيها من الأولويات ديالها، وعقدنا وقعنا عدة عقد برامج في هذا النطاق، عقدة البرنامج مع الفيدرالية البيمهانية للنخيل، الفيدرالية البيمهانية للزعفران، الفيدرالية البيمهانية ديال الورود، وعندنا برامج ومشاريع أفقية ديال التهيئة التحتية، فك العزلة في المجال الماء، تقنين استعمال المياه، يعني كيفاش نعملوا أكثر فيما يخص الإنتاج بأقل كمية من المياه، وكذلك وضعنا الإنسان في قلب يعني المعادلة. وكاين كذلك استراتيجية ديال التنمية القروية اللي كتمشي موازاة مع التنمية الفلاحية. على هامش هذا المؤتمر الدولي عقدنا كذلك اجتماع مع الدول المشاركة واللي عندها الواحات، وكذلك الممثلين ديال المانحين والمنظمات الدولية اللي حضرات، اجتماع اللي كيخص لتخص يعني الواحة المبادرة اللي أعطتها بلادنا في 2016 في إطار الكوب 22 واللي كتسمى الواحة المستدامة، والهدف من هذه المبادرة اللي بغيناها تكون على الصعيد معترف بها على الصعيد الدولي هو تكون عندنا واحد الرافعة لأجل تعبئة الموارد وتعبئة الخبرات لصالح المناطق الواحاتية والنظام الإيكولوجي الواحاتي، ويكون فيه كذلك التعاون
على الصعيد يعني البلدان اللي عندها نفس الإشكاليات واللي عندها الواحات. فاليوم كان هذا الاجتماع تحضيري لواحد الاجتماع وزاري اللي غادي يكون إن شاء الله في شهر أكتوبر المقبل، واللي غادي تكون المخرجات ديالو غادي تقدم في الكوب 28 اللي غادي تكون في الإمارات العربية المتحدة.